ايه؟ لعيبة الكورة. لعيبة الكورة، لا لعيبة الكورة يعني هم ناس عادية، يعني هم ناس مجرد ان هم ناس اختاروا الطريق السهل، او ممكن ما يكونش سهل، يعني هو طريق مليان بالملايين ومليان بالنجومية ومليان بالشهرة ومليان بالفلوس ومليان بكل حاجة. يمكن ايه الفرق بيننا وبينهم؟ احنا اخترنا الطريق اللي هو الطريق بقى الدراسة، وان احنا نكسب من المهنة او نكسب من العلم. هو لا، هو اختار الطريقة ان هو يكسب من الموهبة، او الطريقة اللي هو يكسب من طريقة لعبه الكويسة. فعشان كده هتلاقي لعيبة الكرة على مستوى العالم دول نمبر 1، يعني هم الناس اللي هم بيكسبوا فلوس كتير، وفي نفس الوقت الناس بتعاملهم على ان هم ملائكة نازلين من السماء، اسطوريين كده، عندهم صفات ملائكية مش موجودة عند اي حد خالص. يعني لو لاعب بقى، ويا عيني بقى لو بيجيب جوان، لو بيجيب جوان اوبا، ده يبقى بقى انضف شخصية في البلد يعني طبعا، والناس بتحبه كده لله في لله، لان هو بيجيب جوان. فهو طبعا الفكرة كلها ان بيتحب غصب عن عين اهل اي حد بيتحب. طب ليه يا جماعة ما تحبش؟ ولدرجة ان الناس ممكن تبرر ليه، يعني تديله تبرير الملايين اللي بيكسبها دي. يعني لو عنده ملايين بيكسبها كتير جدا، هتلاقي ناس بتقول اه يا عم عادي، ما ايه المشكله، يبقى على قلبهم زي العسل. يعني مثلا في واحد بياخد 40 مليون، والناس ما علقتش على ان هو خد 40 مليون، لا هم علقوا على ان هو يعني ازاي يسيب النادي، او يسيب الانتماء، او انتماء ايه ده 40 مليون. يعني انا ما هي دي اللعيبه، اللعيبه بتدور على ازاي تزود مستوى دخلها، مش تزود، مش احنا بندور على حاجه بقى ان احنا نلاقي شغل في مكان كويس وخلاص، لا هم حاجه تانية خالص. يعني اللعيبه حاجه تانية خالص. فلعيبه الكوره دول محظوظين، يعني من الناس المحظوظين في الحياه، او هم المثال الحي لكل حاجه ما حلوه في الحياه. ليه؟ لان هم بيعملوا ايه؟ بيلعبوا. يلا نلعب، هيا بينا نلعب. وبعد كده انت مثلا لما بتيجي تلعب في الشارع، لما كنا بنلعب في الشارع زمان عادي، لما كنا نتهزم، هنتهزم النهارده بكره هنكسب، بكره هنكسب، هنتهزم بكره هنكسب، بكره هنتهزم بكره. يعني اقصد ان المكسب والخساره ما كانش بيبقى فارق معاك، ما كناش بنروح مثلا من الماتش اللي كنا بنلعبه زعلانين بقى وقرفانين وبنعيط وكده، لا عادي. بالعكس احنا كنا بنبقى فرحانين، لعبنا وفرغنا طاقه يعني، وبعد كده بنروح البيت عادي، ونتفق مره تانية على ان احنا نروح نلعب ماتش. فيعني هو نفس الحكايه، هو لما بيروح يلعب عارف ان هو يا اما هيكسب يا اما هيخسر، مش شرط عنده ان هو يكسب على طول، ومش شرط عنده ان يكسب على طول. هو بشري عادي يعني، بيروح ياكل ويشرب ويشرب شاي، يعني عادي زي اي واحد، يعني مش مطلوب منه ان هو يعيش مكتئب وحزين ومحبط ويعيط ويعمل، لا طبعا. فلعيبه الكوره دول من الناس فعلا محظوظه. وبعدين يجي يقول لك مثلا ايه انضف شخصيه في مصر، هو لو لعب بيجيب اجوان كتير قوي، بس مع انضف شخصيه في مصر دي بقى اللاعب بقى ايه؟ يرسم نفسه بقى ايه؟ ويصلي، ويصلي قدام النبي، يسجد بقى وهو متدين يعني وكده، وبيدعي ربنا ان هو ربنا يكرمه في الماتش الفضيلي. فدي طبعا الحاجات دي بتبقى فارقه قوي مع الناس، يعني بتبقى فارقه قوي مع الناس، بتحب طبعا الشخصيه المثاليه، يعني بتحب الناس الشخصيه المؤدبه. ده شيء طبيعي في اي مجتمع، ان هم بيحبوا الشخص ده، هو بيبان كويس، وهو بيبان كويس فعلا، لان هو فعلا بيبقى مش عارف ايه، والتقوى والورع والجو ده. ففعلا هي يعني علامه استفهام كبيره، يعني احنا ازاي بنحب الناس دي؟ الناس دي طماعه يا جماعه. يعني هم بدل المليون يبقى 2 مليون، لا ده بيبقى 10 مليون، يبقى 20 مليون، يبقى 30 مليون. ومفيش حاجه اسمها انتماء، يعني انتماء الانتماء ده لينا احنا، اللي هو الغلابه، ان احنا بنتفرج على حاجه تسليه وترفيه، ونقعد بقى نحزق ونتعصب ونعمل والجو ده. ويجي بقى ايه الاهلاويه يقول لك ايه ده احنا، والزملكاويه يقول لك احنا، التاني يقول لك ده شعب الاهلي، وده يقول لك ده شعب الزمالك.
مع ان طبعا كل ده هيافه يعني.